بسم الله الرحمن الرحيم. ده الامتحان العاشر، يعني اخر الامتحانات اللي عاملها كتاب ماي نيو فريند. بقى معانا بس امتحانات 2022 وبقى كده خلصنا كل الكتاب الحمد لله، ما بقاش في امتحانات. اول سؤال بيقول لي نوت ذيس موفي بيفور، يعني قبل ذلك. فانا عايز اقول له هل سبق لك ان شاهدت هذا الفيلم؟ فاقول له هاف يو واتش ات. هاف يو واتش ات يعني هل سبق لك ان شاهدته. طب لو قلنا هاف يو بين واتشينج ذيس موفي، هي معناها هل انت كنت تشاهد هذا الفيلم قبل ذلك؟ المعنى كده رقيق. رقيق ليه؟ حتى هو اشار لك ان هو فيلم واحد، هو ده عدد، ومع العدد ما فيش مستمر. الجمله الثانيه بيقول لك نوت ذا تشايلد، وفي هنا كما. انت اصلا لما تلاقي جمله كده بدات نقط وبعدها كما، اعرف انك انت عايز ظرف. ريماركابل معناها مما كان ملحوظا ان الطفل شفي تماما من المرض. هاو ميني عايزين بعدها اسم يعد وجمع، فعشان كده هنقول هاو ميني لوفز. لكن كمان ممكن اقول لك هاو ماتش بريد وهاو ماتش تشيز وهاو ماتش رايس. The product contains no artificial colors. المنتج لا يحتوي على أي ألوان صناعية. كلمة artificial دي اللي هي بتساوي كلمة man made اللي هو معناها صناعي. الراجل عايز يبقى عايز كلمة عكس artificial اللي هو طبيعي، يبقى natural رقم A. He not at the university for a year before he joined the army. بص يا برنس، انت عارف ان اقول لك for وبعدين مدة زمنية وبعدين before، فانت قلت لنفسك كده انا عايز تام مستمر. طب مضارع ولا ماضي؟ الفعل ده زمن ماضي، فانا عايز ماضي تام مستمر. هنقول had been teaching. The old man still has all his mental powers. الرجل ده مازال عنده كل القوى العقلية. كلمة mental هنا عقلي، عكسها بدني. العقل عكسه البدن، يبقى physical. ولو انت عايز كلمة synonym لكلمة mental فهي كلمة intellectual اللي معناها عقلي برضو. Space travel اللي هو سفر الفضاء by the end of this decade. بنهاية هذا العقد السفر للفضاء will be advanced. المفروض تبقى advanced عشان تفكر فيه اصلا، لانك انت عايز يعني will be تصرف ثالث. غير كده اصلا انك انت عايز تقول السفر للفضاء يتقدم، انت عايز معلوم. is advancing will be advancing will have advanced. انت قدامك ثلاث اختيارات كلهم معلوم، حلو. بس why دي انت عارف انها مستقبل تام، فهتقول لي will have advanced. your children should be given not over your own needs. اطفالك لابد ان يعطوا الايه قبل احتياجاتك، اكيد اولويات، يبقى priority. visibility اللي هي الرؤيه. contribute توري اللي هو تساهمي او مساهم، يعني availability اللي هي الاتاحة. The president talked not so everyone clap. الناس كلهم صفقوا لان الرئيس تحدث بشكل مبهر، يبقى impressively. انت عايز بعد الفعل ظرف. Most of the marble had معظم الرخام had been imported تم استيراده بايه هائلة from Italy من ايطاليا. exist معناها يوجد او يتواجد. extend معناها يتمدد. expense اللي احنا عايزينها الاول اللي معناها تكاليف، ولما كنا بنقول at your expenses معناها على نفقاتك حسابك. طيب يعني كده قلنا ده كله expense بس اللي معناها تمديد او يتمدد يعني، وخلص الموضوع كده. اللي بعد كده my parents still remember not. والله بص يا مستر، انا عندي remember دي حاجه من اتنين، يا اما الفعل مضاف له ing يا اما تو الفعل في المصدر. لو قلنا remember ing معناها يتذكر انه فعل، لكن remember تو المصدر يتذكر يبقى يعمل، يعني ما عملش. بقولك ابا امي بتذكروا نوت لوكسر اند اسوان ات ووز، انها كانت رحله ممتعه. كانت يعني عشان هو فعل، يبقى فيستنج. يو شود بي ايبل تو بيك اب ا فيو جود نوت برودكتس هير ار تشيب. بقولك المنتجات هنا رخيصه جدا، فانا انصحك انك تشتري لك شويه بارجنز اللي هو الصفقات اللي موجوده هنا، كوينز اللي هي العملات، بورت اللي هو المواني، كولم اللي هو الاعمده. ماي فادر نوت سموك وود والمصدر طبيعي، used to والمصدر برضو، was used to عايزين ing، is used to عايز ing. طيب فانت قدامك واحدة من الاثنين بس، خلينا نستبعد يعني دي عايز ing دي عايز ing وده فعل في المصدر. طيب فباقي معاك used to وباقي معاك would. الراجل قال لك ودي كانت موجودة في كتاب معاصر برضو، ان احنا نستخدم ما نستخدمش would مع العادات المؤثرة في حياة البشر. يعني انت لما تدخن هيجيلك كانسر فهتبقى مشكلة، فدي حاجة مؤثرة فما ينفعش نستخدم معها would. she grew up not speaking Italian at home and English at school. يبقى بتكلم كم لغة كده؟ اتنين، يبقى bilingual اللي هي رقم دي. I wrote my first story when I not at secondary school. انا كتبت اول قصة ليا لما انا ايه في المدرسة الثانوية، لما انا كنت في المدرسة الثانوية. خد بالك انت في الجملة الاولانية الراجل بيقول لك I wrote يعني كتبت يعني ماضي، فالطبيعي انك انت هتفكر هنا في ماضي برضو. هتنزل تحت هتلاقي ده مضارع، هتقول اطلع بره، هتلاقي ده ماضي ماضي، مفيش حاجة اسمها was being الا لو بعدها بسط participle، فدي برضو بره. بقى معاك had been وبقى معاك was. لما تكون بتتكلم عن عادات، العادة دايما بتكون في الماضي يعني ماضي بسيط، ولو في مضارع مضارع بسيط، فحضرتك تختار له was. is polite kind and unselfish behavior. سلوك محترم مؤدب اللي هو الشهامة خصوصا مع النساء، يبقى شهم. طيب
واحدة من دول has the correct punctuation. ايه الجملة اللي فيها ترقيم سليم؟ I go to the market to buy potatoes. اروح للمحل عشان اشتري potatoes و طماطم و، فانت عايز كما فباظت. طب انت هنا to buy potatoes comma tomatoes، عايزين برضه هنا كما فباظت. To buy potatoes comma tomatoes comma oranges and كذا، دي مظبوطة. طب هنا I go to the market to buy potatoes comma tomatoes comma oranges and tomatoes، وعامل لي نفس فهم، هو ده مش سؤال، يبقى الإجابة كده الصح رقم سي. بقول لك في الجملة دي the government should do، السؤال ده كان فيه لبس، أعتقد هو ده. The government should do its best to look after young people. الحكومة لابد أن تبذل قصارى جهدها للاهتمام بالشباب. اختار من الجملة دي الجملة الأكثر ملائمة إنها تكون supporting sentence يعني. طيب تعال نشوف. الطلاب في الجامعات يجب أن يدرسوا بجد، ملهاش علاقة بالحكومة. طيب التانية، الخريجين يجب أن يكونوا مستعدين للعمل، برضه ملهاش علاقة بالحكومة. It should let them، يجب أن تسمح لهم بمشاركة في اتخاذ القرار. دي صح، نفكر فيها. Every employee and worker should do their duties efficiently. يعني كل موظف لابد أن يبذل جهده، ويبذل قصارى جهده يعني، ويقوم بمهمته بواجباته بشكل فيه كفاءة، ملهاش علاقة بالحكومة. يبقى رقم سي اللي صح، ان الحكومة لازم تسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ القرار، يبقى رقم سي مظبوطة. هو عايز الجملة اللي تنفع supporting. I'll certainly help، بالتأكيد سأساعد. رغم اسألك بقول لك I'll دي عبارة عن ايه؟ تعال نترجم. بس قبل ما ترجم عايز تفهم انك لما تقولي I'll كده يبقى دي اختصار ل I will. حلو، اول واحدة كده الجيرند اللي هو صيغة الفعل يعني contraction، ده اللي هو الاختصار لاختصار pronoun ده الضمير، و contradiction ده اللي هو التناقض، زي كلمة contrast بالظبط. فانت هنا مديني اختصار فهي اكيد contraction. خلص الموضوع، ندخل على القطعة. We should work all time without having rest or entertainment. Should we، هل ينبغي علينا يعني أن نعمل طوال الوقت دون أن نأخذ راحة أو أن يكون هناك مصدر تسلية؟ The answer is that we can't go on working without stopping. إن إحنا ما نقدرش نشتغل طول اليوم من غير توقف. From time to time and at regular intervals، على مسافات يعني منتظمة. To have some rest، لازم إن إحنا نأخذ راحة يعني. And some recreation يعني تنشيط يعني أو كده refreshment يعني. If we didn't، لو إحنا ما أخذناش راحة، we could make mistakes and the quality of our work might get worse. لو احنا ما خدناش راحه فاحنا هنرتكب اخطاء، والاداء بتاعنا او مدى جوده عملنا هتكون سيئه. An overworked person، الشخص اللي هو طحن نفسه شغل، may end up losing the ability to think clearly، هيفقد القدره على التفكير بشكل سليم. And by having no energy to go on working، لن يكون عنده الطاقه ان هو يشتغل ويستمر في العمل. Sleep is one of the ways in which nature renews our energy. النوم ده واحد من الطرق اللي احنا لما ننام الطبيعة بتجدد طاقتنا. Sports and games، الألعاب والرياضات are also essential for brain works. بقول لك ان الراحة دي بتخلي الانسان دماغه تشتغل. Who stay in a closed office and do not have a good chance to exercise their muscles. بقول لك ان العمال اللي هم، لا ده بقول لك ان الرياضة والألعاب حاجة ضرورية للعمال اللي بيعتمدوا على المخ، ان هم مين العمال اللي بيعتمدوا على مخهم؟ دول العامل اللي بيكون قاعد في المكتب طول النهار بيشتغل وما عندوش وقت يعمل تمارين بدنية. Such activities as swimming and walking may do them a lot of good. بقول لك الأنشطة دي زي المشي مثلا أو السباحة ممكن تقدم لهم منفعة كويسة. So we shouldn't waste our weekends، لازم ما نضيعش أجازتنا. They should be made full use of and spent in the open، لازم نفتح ان نقضيها في مكان مفتوح. Having forgetting all about our work and the works of life، حاجة زي كده. We can then enjoy ourselves to the full and return the next day to work with our energy fully renewed. بقول لك ان احنا لما ناخد اجازة فانت كده بتنسى كل شيء عن حياتك العملية، وبتنسى كل شيء عن الشغل، وترجع بقى شغلك تاني بعد كده بعد الاجازة وانت مشحول. It change has a magic effect on man's health. التغيير له تأثير سحري على صحة الإنسان. And consequently، وبناء على ذلك، على أدائه. Balance between life and work. التوازن بين الحياة والعمل ده هو المفتاح الحل. Those who work hard must spend good quality time with their families. الناس اللي بيشتغلوا باجتهاد لازم يقضوا وقت كويس مع أسرهم. It is also important for people to separate their work. لازم الناس تفصل بين عملها وبين حياتها الشخصية. Working all the time without breaks or relaxing activities may lead to disasters. انك تشتغل طول النهار من غير ما تاخد راحة ده ممكن يؤدي الى كوارث كبيرة.
disastrous problem، دي مشاكل كارثية يعني like stress and exhaustion، مثل التوتر والإرهاق. Taking regular breaks from work will surely enhance your health and make you perfect when you return to work. لما تاخد راحة وترجع كده على شغلك بتبقى انت بني آدم كامل القوة العقلية. What should people work who work hard do؟ ماذا يجب على الناس اللي بيشتغلوا باجتهاد ان هم يعملوا؟ ان هم ياخدوا راحة. Overwork to achieve goals، ان هم يزودوا الشغل عشان يحققوا هدفهم، ولا يغادروا العمل ويسترخوا طوال الحياة؟ لا. Stop working and become idle، يبطلوا شغل كده ويبقوا كسولين وجمال ولزاز؟ لا. ولا بالانس، ان هم يوازنوا بين عملهم وحياتهم؟ المفروض يوازنوا. What is the benefit of sleep؟ ايه قيمة النوم؟ هو قالك في القطعة ان النوم هو الطريقة من طرق العلاج الطبيعي، يعني الطبيعة بتعالجنا. It makes us stupid، بتخلينا اغبياء. It makes us energetic، بتخلينا نشيطين، ولا بتخلينا محبطين، ولا frustration بتزود الاحباط والكده؟ لا، يبقى رقم بي ان هي بتخلينا ناس نشيطين، لانك انت بتشحن تاني. For whom is sleep necessary؟ النوم ده مهم من مين بالظبط من البشر؟ For young children، للاطفال، ولا ناس المرضى، ولا ناس الكبار، ولا for old people، لكل البشر. الاندرلايند وورد كلمة recreation، معناها health، صحة، recover يعني يشفى، enjoyment لو التمتع، ولا efforts اللي هو الجهود. تعال نجيبها في قطعة كده عشان نحطها في السياق السليم. انا فاكر ان انا كنت عامل عليها دايرة تقريبا، دايرة هي هنا. هي بقولك الراجل بقولك ايه، to have some rest، تاخد بعض الراحة، and some recreation. الراحة وايه يا ترى؟ تعال نشوف. هتاخد بعض الراحة والصحة، مش عارف اسمها، اخد صحة يعني، وريكفر يعني يشفى ده فعل، وانجويمنت اسم، وايفورتس اللي هو الجهود، يبقى رقم سي اللي صح، عشان انت عايز اسم اند اسم حتى منطقيا يعني. اوفر وركينج ريزلتس ان، انك تشتغل زيادة عن اللازم، ده بيؤدي الى ليس انرجي، طاقة اقل، ولا طاقة اكتر، ولا خبرة اكتر، ولا ساوند ثينكينج، تفكير سليم، يبقى ليس انرجي. هاو داز تشينج افكت مان، كيف التغيير او كيف يؤثر التغيير على الانسان؟ ات ميكس هيز لايف سيلي، بتخلي حياته سخيفة، ولا بتدعم أدائه، ولا بتوقف تنفسه، ولا بتعيق الإبداعية؟ أكيد رقم بي. لما تعمل تغيير، تشتغل وبعدين تبطل، تشتغل وبعدين تلعب، يبقى ده بيدعم الأداء بتاعك، بيخلي أداءك كويس. طيب ذا باسج رايتر ادفايسز بيبل تو، الراجل اللي كاتب القطعة دي بينصح الناس. ستوب ورك تو هاف سم ريست، إن هم يبطلوا الشغل عشان يتوقفوا ياخدوا بعض الراحة. ستوب ورك اند ريتاير، يبطلوا بقى ويتقاعدوا. ولا stop work when they are able to do، يتوقفوا عن العمل عندما يكون عندهم القدرة للقيام بالعمل. ولا stop work if they have enough money، يبطلوا شغل لو عندهم فلوس؟ أكيد لأ. to stop work to have some rest، بطل شغل كده وارتاح. what happens if one goes on working after one gets tired، بعد ما الإنسان يتعب، افرض هو كمل شغل، إيه اللي هيحصل؟ بقولك بقى، أول واحدة the quality of their work increases، جودة العمل بتزيد؟ لأ. one makes no mistakes، ما بيرتكبش أخطاء؟ لأ. one can't think clearly، ما رحش يفكر بشكل سليم؟ ولا بيكون عنده طاقة ان هو يستمر في العمل؟ لأكيد رقم سي. لما الانسان يستمر في العمل بعد ما يتعب، فهو لن يستطيع ان يفكر بشكل واضح. القطعة اللي بعد كده بتحكي عن هنري بولينج، was a retired bank manager، كان مدير بنك متقاعد، and lived a very conventional life، وعايش حياة conventional يعني تقليدية. his mother died، امه ماتت، just after he retired، بعد ما تقاعد مباشرة. At the funeral، وفي الجنازة، he met his aunt Augusta، قابل خالته Augusta، a woman in her 70s، في عمر السبعين، he had not seen for 50 years ago، ما شافهاش من 50 سنة. aunt Augusta had traveled all over the world، لفت العالم كله بالصلاة على النبي. from everything she said، it was obvious that Augusta had lived in an adventurous unconventional life، يبدو من حياتها ان هي عايشه حياه مش طبيعيه ومش عاديه ومش تقليديه ومغامره. After the funeral، بعد الجنازه، Henry and Augusta met again، and despite having a very different personalities، برغم ان هم عندهم شخصيات مختلفه، they got on well. got on well اللي هم انسجموا، عندنا get on well و get along well. with get on with او get on get along with، اكتبهم لك كده، get on with someone يعني، او get along with someone، الاثنين دول معناهم ينسجم معه. أوغستا قالت لهنري things about his family that he had never known، قالت له حاجات هو ما كانش يعرفها عن عيلته. أوغستا then persuaded Henry to go traveling with her، قالت له تطلع تسافر معايا. At first two places in England، في انجلترا الأول كده، نلفلف في انجلترا. But gradually to more exciting destinations، قالت له بعد كده نطلع نلف أماكن تانية أكثر إثارة.
until that time لحد ما يجي اليوم ده هنري هاد ليفد ا كوايت لايف، لحد اليوم ده وهو كان عايش حياه هاديه والدنيا جميله واخر دلع في امان الله في حاله. most of the people he knew were bank customers or colleges، كل الناس اللي عارفهم ما هم الا عملاء في البنك او زملاء. وفي يوم من الايام اوجستا تولد هنري شي ووز تيكينج هيم تو اسطنبول، قالت له بص يا برنس هتيجي معايا بقى نروح اسطنبول. هي ووز سربرايزد باي ذات سادن اناونسمنت، ادهش من القرار المفاجئ ده. He was used to planning everything he did. راجل محاسب خطط كل حاجة بالورقة والقلم والآلة الحاسبة. بس أوغستا was always spontaneous. Spontaneous دي معناها عفوي يعني. And seemed to make decisions without thinking. بتاخد قرارات يا برنس من غير ما تفكر. On the journey to Istanbul, Henry found out more about his aunt's unusual lifestyle and her past. فهم كتير عن ماضيها المليء بالزبالات يعني وعن حياتها الغير عادية. As they traveled, Henry saw new cultures for the first time، شاف ثقافات أخرى لأول مرة. وأوغستا قدمته إلى her friends، أصدقائها الكبار القدامى، who all had exciting and unusual stories، كلهم عندهم قصص يعني غريبة. Henry was often surprised by what he heard، كان مندهش بكل اللي بسمعه. But he began to enjoy himself more and more، بس بدأ يستمتع أكثر فأكثر. When he returned to England، لما رجع إنجلترا، Henry enjoyed his retirement looking after the flowers in his garden. رجع بقى يستمتع بتقاعده عن طريق انه بيهتم بالورود اللي زرعها. But he was a changed man. لكنه انسان متغير. He missed his aunt and her interesting friends. And Augusta had shown him a very or a new way of looking at the world. وعمته ولا خالته أوغستا دي علمته ان هو يكون عنده طريقة اخرى في النظر للحياة. اول سؤال بيقول لك when did Henry first meet aunt؟ قابلها امتى؟ في جنازة امه. Before بعد قبل ما امه تموت ولا بعد ما امه ماتت؟ ما قابلها في الفانيرال في الجنازه يعني بعد ما امه ماتت. What a change come over Henry after he had traveled، ايه اللي حصل ايه التغيير اللي حصل في حياته بعد ما هو سافر مع عمته. He looked at life a different way، بدا يبص الحياه بطريقه مختلفه. هو lived a conventional، بدا يعيش حياه تقليديه، هو كان عايش قبل كده اصلا. كره الورود؟ لا ده رجع يهتم بيها. ندم انه اشتغل في البنك؟ لا ما قالش انه ندم ولا حاجه، ده الراجل قال لك ان هو بدا يعيش حياه مش تقليديه وبدا يبص على الحياه بشكل مختلف. يبقى رقم ايه؟ هنري اند هيز اونت، هنري وخالته هاد ديفرنت كاركترز، شخصيات مختلفه. البنت دي كانت انفتاحيه بغباء وهو كان منغلق بغباء. طيب بعد كده وات ديد اوغست اوغستا هيلب هنري تو نو، اوغستا ساعدت هنري انه يعرف ايه؟ هيز فاميليز انهيرتنس، ميراث اسرته، ولا هيز فاميليز هيستوري، تاريخ اسرته، ولا مكان الاسره، ولا اصدقاء الاسره؟ لا ده التاريخ، لانه قال لك ان هي شي تولد هيم things he never knew about his family، اخبرته اشياء لم يكن يعرفها عن اسرته. spontaneous معناها عفوي، ده معناها make plan، بيعمل خطط، لا والله العظيم do things without planning. حتى هو قال لك ان هي كانت spontaneous، هو does everything without planning. يبقى رقم B. خالتنا اوغستا life was full of، حياتها كانت مليانه بالمايستريز الالغاز، السيكريتس الاسرار، بلانز الخطط، والادفنتشرز المغامرات. لا المغامرات طبعا كانت مليانه بالمغامرات، حتى قال لك adventurous life يعني حياه مغامره. What is Henry's occupation before he قبل ما يتقاعد؟ كان شغال محاسب او في البنك يعني مدير مانجر، انجينير، مهندس، ترافلر، مسافر، كونفنشن اللي هي مؤتمر يعني. get on معناها to be confident، واثق، to be friends ان هو يتصادق مع الناس، يكون شجاع، ولا يكون متردد؟ اكيد to be friends. ما هو get on يعني ينسجم مع الناس يعني يكون صداقه معاهم. بعد كده بقول لك modern schools have been constructed recently، يتم انشاء المدارس الحديثه في هذا الوقت او حديثا يعني لهذه الايام. and training courses، ويتم تزويد المعلمين بدورات تدريبيه on a large scale على نطاق واسع. with the aim of promoting the educational process، من اجل رفع او يعني تطوير العمل التعليميه. and raising the standards of teachers efficiency، ورفع كفاءه المعلمين. و enhancing their performance، وتعزيز ادائهم. اول واحده تم انشاء مدارس حديثه في الاونات الاخيره، وتنفيذ دورات تدريبيه للمعلمين على طاقه واسعه في تعزيز العمليه التعليميه ورفع مستوى كفاءه المعلمين وتحسين مهامهم زير بيرفورمانس، وقال لك ادائهم. يبقى مهامهم دي بره ومهامهم دي كمان طلعت بره، يبقى انت عندك ضربت 2 في 1 كده كانك بتتعامل مع الشامبو. تم انشاء مدارس حديثه في الاونه الاخيره وتنفيذ دورات تدريبيه للمعلمين على طاقه واسعه، انا لمحنا تصميم على طاقه واسعه في تعزيز العمليه التعليميه ورفع مستوى كفاءه المعلمين وتحسين ادائهم. بص هنا قال لك هنا برضو لمحت كلمة تحوير، يبقى دي باظت، يبقى الإجابة كده رقم جيم اللي صح. الجملة الأخيرة يظن البعض أن المال هو أصل كل الشرور وأنه هو السبب الرئيسي في تفشي الصراعات بين الناس. تعال نشوف.
انت قلت لي يظن بعض البعض، يبقى some people think that money is the root of all evil and that it is وأنه the main cause of contents between people، تفشي الصراعات. لا الصراع conflict، يبقى دي بره. طب نيجي هنا برضو لمحت كلمة contents، تعال نشوف بقى الجملة دي كده، احنا قلنا ايه بره غلط و سي غلط. some people think that money is the root، لا مش root دي، احنا عايزين root اللي هو أصل اللي هي ROOT، يبقى دي كده كمان طلعت بره. تعال نشوف رقم دي. some people think that money is the root of all evil and that it is the main cause of conflicts between people، يبقى رقم دي حلوة وجامدة جدا وزي العسل. ولك after a quick goodbye to Joe, my sister and Billy, I felt as though the whole world was waiting for me. What do you think Bib meant by these words؟ الراجل بالعربي كده بقول لك ان بيب كان ماشي رايح على لندن عشان يتعلم، حلو؟ وهو ماشي في الطريق الناس كلها عماله تودع فيه، مع السلامه مع السلامه يا بيب. ده what do you think بيب mean by these words، يعني قصده ايه في الكلام ده؟ احنا ممكن نفسر الكلام ده باكتر من معنى. رقم واحد ان it means that all the people around him loved and respected بيب، كل الناس بتحب بيب وتحترمه. رقم اتنين it means that بيب's new life and his way to be a gentleman starts in London، ان حياته الجديده وطريقه ليكون جنتلمان بتبدا في لندن. If you were Bib، لو انت مكان Bib، would you feel ashamed of being poor or common؟ لو انت مكان Bib هتحس بالخجل انك انت فقير او انسان عادي شائع كده يعني من الناس العاديين؟ هقول no، because this is my life and I have the responsibility to change it، لان ده حياتي وانا عندي مسؤوليه ان اغيرها. او ممكن اقول yes، تمام، انا هكون خجلان. ليه؟ because I love a very much rich girl for whom I should change my life، أو because of whom I should change my life، لأني بحب بنت غنية والمفروض عشان خاطرها أغير حياتي. خلص كده. هندخل بعد كده على الامتحان الفيرست سيشن بتاعت 2022، الدور الأول والدور الثاني، ويبقى كده خلصنا كل الامتحانات.